عقدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب وبمشاركة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عقد مؤتمرا صحفيا حول استضافة مملكة البحرين اجتماعات الجمعية 46 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في مارس 2023. وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب أن اختيار المجلس الحاكم في الاتحاد الدولي لاستضافة مملكة البحرين مثل هذا الحدث البرلماني المرموق دليل على الثقة التي تحظى بها المملكة ومكانتها الدولية، إذ أن هذا المنجز لم يكن ليتحقق لولا الدعم السامي من جلالة الملك المفدى والمساندة المباركة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والشراكة المجتمعية، مشيرة معاليها إلى أن استضافة هذا الحدث العالمي تعد مؤشرا على علاقة التعاون والشراكة المثمرة بين السلطة التشريعية بمملكة البحرين والاتحاد البرلماني الدولي وعنوانا لدبلوماسية البرلمانية البحرينية النشطة. من جانبه أكد معالي رئيس مجلس الشورى أن استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي يعتبر شهادة من أكبر منظمة ديمقراطية وبرلمانية في العالم بمكانة مملكة البحرين الديمقراطية وسجلها المشرف في مجالات حقوق الإنسان والتعايش والتسامح. ونوه معاليه بتأثير الدبلوماسية البرلمانية البحرينية وأنها تتماشى مع الجهود الحكومية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتعزيز الدبلوماسية البحرينية. اختيار المجلس الحاكم في الاتحاد الدولي مملكتنا الغالية استضافة مثل هذا الحدث البرلماني المرموق دليل على الثقة التي تحظى به البحرين والمكانة الطيبة التي رسختها لدى الأسرة الدولية والمجتمع الدولي، إذ أن هذا المنجز لم يكن ليتحقق لولا الدعم الملكي السامي والمساندة المباركة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والشراكة المرجوة من الجميع لإنجاح هذا الحدث الذي يستدعي تضافر كافة الجهود الوطنية وفي مقدمتها المؤسسات الإعلامية الوطنية التي طالما كان لها الدور الإيجابي والحضور المسؤول والأطروحات المؤثرة في الانحياز لمصلحة الوطن وإبراز المنجزات المتحققة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وإن استضافة هذا الحدث يدل على جاهزية المملكة لاستضافة هذه الفعاليات الدولية، وهي جاهزية حظيت بإشادة وتقدير من جانب مسؤولي الاتحاد البرلماني الدولي الذي توالت زيارتهم لمملكة البحرين على مدى الشهور الماضية، حيث اطلعوا على ملامح النهضة الشاملة والتجربة الديمقراطية المتنامية، كما أن استضافة هذا الحدث العالمي تعد مؤشراً على العلاقة التعاون والشراكة المثمرة بين السلطة التشريعية بمملكة البحرين بمجلسيها والاتحاد البرلماني الدولي وحضوراً مؤثراً فاعلاً لفريق البحرين النيابي في أجهزة الاتحاد ولجانة، حيث تحظى المملكة اليوم بأربع مناصب في هذه الأجهزة واللجان تأكيداً لمكانتها الدولية وعنواناً لدبلوماسيتها البرلمانية النشطة. اللي أعتقده بأن استضافة البحرين لاجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي هذه شهادة الحقيقة من أكبر منظمة عالمية ديمقراطية بأن البحرين مستوفية كافة الشروط سواء كانت ديمقراطية وما تبعها من حقوق إنسان ومن تسامح ومن تعايش. ذكر الأخ غازي عن موضوع اللوجستيك وإحنا قادرين على استضافة هذا المؤتمر، ولكن أعتقد وجود 2000 برلماني في البحرين بالإضافة إلى عدد من المراقبين والمدعوين بالإضافة إلى الصحافة الدولية بكل ما يعني تحتوي من قنوات تلفزيونية أو من صحافة، هذا فعلا شهادة بأن مشروع جلالة الملك الإصلاحي واللي كان العمود الفقري لهذا المشروع هو مشاركة أبناء شعبه في اتخاذ القرار. أنا أعتقد هذا يرد على كل التخرصات اللي كانت
تتهم البحرين بانتهاكات حقوق الإنسان، وتتهم البحرين بأنها غير عادلة وأنها لا تمثل الديمقراطية كما يجب أن تمثل. فأنا أعتقد هذه نقطة مهمة، ويجب أن تكون هي النقطة الأولى، أن قبول استضافة الاتحاد البرلماني الدولي للجمعية العامة في البحرين في العام القادم، أنا أعتقد هي أكبر شهادة ممكن أن احنا نحصل عليها من جهة دولية قادرة على أن ولا يختارون دولة إلا إذا كانت مستوفية لكافة الشروط. يعني أنا أعتقد أن وجود هذه الأعداد في البحرين أعتقد تغني عن 1000 زيارة للخارج، لأنهم يرون بأعينهم ويسمعون بآذانهم عن البحرين.